جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن الموضوع ذاته جزاكم الله خيرا، يسأل شيخ صالح فيقول: هل تؤكل ذبائح عامة المسلمين الذين يذبحون في الأسواق، علما بأننا لا نعلم عنهم أنهم يصلون أو يصومون أو يكتملوا دينهم أو يكتملوا التوحيد، ثم إنا لا ندري أهم ممن يشدون الرحال إلى القبور أو يقومون بالصلاة أو أركان الإسلام؟ لا ندري عنهم شيئا، ولكنهم من عامة المسلمين مجهول أمرهم، هل توكل ذبائحهم؟ جزاكم الله خيرا، ولو تكرمتم ساعدونا بالدليل. الذي يذبح في بلاد المسلمين الأصل فيه الحل، حتى يعلم أن ذابحه ليس بمسلم ولا من أهل الكتاب. فإذا علم أن ذابحه ليس له دين، لا مسلم ولا كتابي، فإنه لا تؤكل ذبيحته. أما ما دام لم يعلم وهذه الذبيحة ذبحت في بلاد المسلمين فالأصل فيها الحل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب في أسواق المسلمين ولا يدرى هل ذكر عليها اسم الله أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا أنتم وسموا. فأباح صلى الله عليه وسلم الأكل مما جلب في بلاد المسلمين من الذبائح، لأن الأصل فيها الحل ما لم يعلم خلاف ذلك، والحمد لله.